بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حنتكلم عن single nucleotide polymorphism اللي هو السنب. ولو جينا لتعريفه، السنب هو يعني هو تغير في single nucleotide في الجينوم البشري. يعني أنا عندي 3 مليار نيوكليوتايد في الجينوم البشري، قلنا 99.9 متشابهة بين الناس، 1% هو المختلف. في 1% المختلف، واحدة من مسببات الاختلاف أو واحدة من الاختلافات طرق الاختلاف هو الإسنب. والإسنب هو تغير في حرف واحد، وهو الأكثر شيوعا في 1% المختلف بين الناس. والتغير السنب، هذا التغير ممكن يحدث، ممكن يكون في أي جزء من الحمض النووي للثلاثة مليار دي حرف. الرسمة دي بتوضح إنه هنا مثلا عندي 3 أشخاص، السنب هنا بيناتهم هذه، يعني مثلا الشخص الأول GCAA CGTTACG AG، هنا بلقى إنه ده متشابس، الجي والسي واليد كلهم الثلاثة أشخاص متشابهين، والباقي هنا برضو متشابه، التغير في واحدة، عشان كده بسميها سنيب سينجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم، يعني تعدد أشكال لنيوكليوتايد واحدة، بقى عندها كم شكل مختلف بين الناس. طيب، وهو يعني نحن بنعتبره السنب جينيتك فاريشن، تغير في الجينات، وهو بتم في اي مكان في الحمض النووي الدي ان اي. والسنب بيحصل مره في كل 300 نيوكليوتايدز، يعني كل 300 بيكون فيها سنب واحد في المتوسط. ولو حسبنا انه كل 300 فيها واحد، هنلقى انه في الجينوم البشري كامل فيه حوالي 10 مليون سنب. ده عدد السنب اللي بيحصل سنبس. طيب وين بيحصل السنب؟ قلنا في أي مكان في الحمض النووي في الدي ان اي، ممكن يكون داخل ترميز الجينات، داخل الكودينج سيكونس اوف جينز، وممكن يكون في مكان نون كودينج ريجون، في أماكن غير مشفرة للجينات، وممكن يكون بين الجينات. لكن الأكثر شيوعا، الفاريشن الأكثر شيوعا هو بين الجينات. هل التغير ده بيسبب مرض؟ ده سؤال. الإجابة عليه إنه نحنا معظم الإسنيبس ما عندها تأثير على صحة الإنسان غالبا يعني، لكن قد تساعد في العثور على جين مسبب لمرض معين. يعني ممكن تكون علامات بيولوجية تساعد العلماء في تحديد الجينات المرتبطة بمرض معين. وعندما يحصل السنب داخل الجينات أو في المنطقة التنظيمية، في منطقة تنظيمية قريب من جين، ففي الحتة دي غالبا ما يكون عندها دور مباشر في المرض، لأنها غالبا ما تؤثر على وظيفة الجين، لأنها داخل الجين أو قريبة من الجين في المنطقة التنظيمية. التغيرات اللي السنب بتعملها، ممكن تعمل تغيرات في عملية الترانسكريبشن والترانسليشن، النسخ والترجمة. وطبعا معروف انه الترانسكريبشن والترانسليشن هم اللي بيعملوا ينتجوا البروتين، اللي هي زي ما شفنا في سنترال دوغما، الترانسكريبشن بنحول الدي ان اي الى ار ان اي، وبعدها الار ان اي بيتحول الى بروتين في ترانسليشن. فإذا أثرت السنبس في عملية الترجمة، فقد تنتج بروتين مختلف شوية من البروتين المفروض ينتج، والتغير ده قد يؤدي أو قد يؤثر في وظيفة البروتين. لكن في زي ما قلنا، ممكن في بعض الحالات التغير حتى في البروتين يكون ما يتغير البروتين، أو يكون تغير طفيف بحيث لا يلاحظ الفرد التغير في وظيفة البروتين، يعني ما تتغير وظيفة البروتين. في حالات تانية لو تغيرت وظيفة البروتين أو ممكن تؤدي إلى تغير
التغير ده ممكن يؤدي إلى أعراض زي القلق و ضعف صحة العظام وردود على الفعل على المحفزات البيئية المختلفة. هذه ممكن تحصل بواسطة الأسنان. أيضا ممكن نستفيد من الأسنان، اللي هو ممكن إذا تعرفنا على الأسنان في جينات محددة ممكن نستخدمها في توجيه نمط الحياة وخيارات العلاج، اللي هو يعني ندي خيارات مختلفة حسب الأسنان حقت الإنسان، لأنه ده الاختلاف بين الناس. وبرضه ممكن نستفيد منها لتحسين الصحة الشاملة فيما يعرف باسم الوراثة الوظيفية. طيب ما زلنا في الاستفادة منها، إنه الاختلافات الجينية دي اللي هي الجينيتيك ديفرنسز أثبتت أهمية البالغة في دراسة صحة الإنسان. يعني الباحثين أو الباحثون يعني استفادوا من الاسنبس، او قد يستخدم الاسنبس في التنبؤ باستجابة الفرد لأدوية معينة، زي الكلام اللي قلنا قبل شوية انه خيارات العلاج معناها ممكن شخص يستجيب لدراكس معينة وشخص اخر لا، حسب الاسنبس حقت كل شخص. فممكن انا اتنبأ باستجابة الشخص لعلاج معين او لأدوية معينة باستفادة من السنيبس. وأيضا ممكن نستفيد من السنيبس في شوف قابلية تأثر الشخص بالعوامل البيئية اللي حوله، زي السموم وخطر الإصابة بأمراض معينة. وبرضه ممكن نستخدم السنيب لتتبع الوراثة بين الأسر في داخل الأسرة، مثلا وراثة الأمراض. وأيضا في دراسات يعني مستقبلية هتجرى لتحديد الإسنيبس اللي عندها علاقة بأمراض معقدة زي القلب والسكري والسرطان. أمان الله إياكم. طيب إذا كان وجدنا إسنيب مرتبطة بمرض معين، مثلا هنا لو أنا لقيت إسنيبس مرتبطة بمرض معين، هل معناه الزول ده صاحب الإسنيب المرتبطة بالمرض هل هو مصاب بالمرض؟ ليس بالضرورة يكون مصاب بالمرض، لأنه ممكن الإنسان، الناس بتختلف عن بعض، ممكن الإنسان يكون عنده سنيبس مرتبطة بمرض لكن ما يطلع المرض أو ما يكون في تعبير خارجي للسنيب دي، وبعضهم يتأثر ويكون مصاب بالمرض. وتفسير النتائج زي دي هي أصعب من يعني ما هي بس فقط نحن نعمل سيكونس للشخص ونعرف إنه عنده السنيبس المعينة دي المرتبطة بالمرض معناه مريض، لا، وأعقد من كده في أشياء تانية وعوامل يمكن يجي وقتها في درس من الدروس. دي المراجع اللي استخدمناها في الدرس، منها اللي هي الـ National Library of Medicine NLM، قلنا من المواقع المهمة اللي احنا دايما بنستخدمها. وإلى اللقاء.